صباح الخير على كل اللي بيشوفونا، وأهلا بيكم في فقرة جديدة من فقرات برنامج موضوع مهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شبه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير، فقد قال رفقا بالقوارير. القوارير دي اللي هي الإزاز أو الزجاج. طبعا احنا عارفين ان الإزاز ضعيف، شكله جميل ورقيق وسهل جدا ان هو يتكسر، بس لما الإزاز بيتكسر بيجرح وبيعور وبيأذي. كذلك الستات، الست جميلة ورقيقة جدا، حاجة شكلها حلو وضعيفة وسهل جدا انها تتكسر، بس الست لما بتتكسر بتقوى، بتشوفوا منها وش عمرك ما شفتوه قبل كده. الاسبوع اللي فات بالاخص كان يوم 8 مارس، كان اليوم العالمي للمرأة، والاسبوع الجاي عيد الام يوم 21 مارس. بالمناسبة دي عاوز اقول كل سنة وكل سيدة مصرية وكل ست في العالم بخير وطيبة. علشان كده كان موضوع حلقتنا النهاردة كان لازم يكون عن المرأة. سؤال حلقتنا النهاردة، هل قوة المرأة في ضعفها؟ هنجاوب على السؤال ده، بس خلوني في البداية أرحب بزميلتي ابتسام. صباح الخير عليك يا ابتسام. صباح الخير عليك يا رانيا، وصباح الخير على كل اللي بيتابعونا. خدعوكي فقالوا strong independent woman. والحقيقة أنا أكيد أجزم ان اللي طلع الترند ده على السوشيال ميديا الكام سنه اللي فاتت اكيد كان راجل، علشان كان عاوز يلبسنا في مسؤوليات كتيره مش من مسؤولياتنا. والحقيقه ان احنا مشينا ورا الترند ده وفرحنا بيه قوي وانبسطنا، وفي الاخر وقعنا في الفخ. في مقوله كده بتقول قوه المراه في ضعفها. انا الحقيقه مع المقوله دي قولا وفعلا وقلبا وقالبا، ولكن ونحط بقى 300 خط تحت ولكن دي، لازم نعرف الاول ونفرق ما بين القوه المظبوطه والقوه الصح، وايه هو الضعف المظبوط والضعف الصح. عارفه رانيا، في ست تقول لك ايه، انا تعاملت بقوه الناس ما حبتنيش، تعاملت بضعف خدت على دماغي. طب الله، طب اعمل ايه، حيرتوني. الحقيقه ان مش هي دي القوه خالص اللي المفروض ان الست تتعامل بيها. القوة المنفرة اللي ممكن تخلي الناس ما تحبش تتعامل معاها مش هي دي القوة اللي نقصدها خالص. دي حقيقة. خليني اقولك ان بالفعل احنا الست بفطرتها ضعيفة ورقيقة، كائن جميل، مش شخص قوي ما عندوش عضلات، مش طالع يفرض عضلاته على الناس. لا، الست كائن رقيق. الست اصلا علشان تكون انثى فهي بفطرتها ضعيفة. خليني اقول ان احنا كستات او كبنات محتاجين للرجالة في حياتنا، كأب كأخ كزوج. احنا طبيعي، انت لما هتتعرضي لموقف ايا كان، موقف مزعلك مثلا، مش هتلاقي حد هيقفلك غير باباكي او اخوكي او زوجك لو انت ست متجوزة. فطبيعي ان انت محتاجة للراجل في حياتك، طبيعي ان انت مش قوية لوحدك، مستحيل ان انت تكوني قوية لوحدك. بالمناسبة دي في حكاية بتقول في اخ دخل على اخته اوضتها وهي بتذاكر وحط ايده على كتفها وسألها مين أقوى حد في الدنيا؟ قالت له أنا. فسألها تاني مين أقوى حد في الدنيا؟ قالت له أنا. سألها التالت مرة وبرضه قالت له أنا. فأخوها زعل منها وخلاص سابها وخارج، فوقف على باب الأوضة وسألها مين أقوى حد في الدنيا؟ قالت له أنت. فاستغرب، قال لها طب أنا سألتك تلات مرات وقلتي لي أنا، اشمعنى دلوقتي بتقول أنت؟ قالت له وقتها كنت أنت واقف ورايا فكنت في ظهري، وكانت إيدك على كتفي فكنت ساندني، إنما لما سبتني وبعدت عني بقيت ضعيفة وبقيت محتاجة لك وبقيت لوحدي، فوقتها كنت أنت أقوى حد في الدنيا. أكيد فعلا الست أكيد قوية من جواها، ولكن برضو في نفس الوقت بتحتاج لها سند وظهر. عارفة الست لازم تعرف أن ربنا خلقها في قالب الضعف، مش علشان حاجة وحشة ولا حاجة. ربنا خلق الست ضعيفة وخلق الست الراجل قوي، لأن الراجل محتاج لضعف الست والست محتاجة لقوة الراجل. بالزبط. عارفة في ست تلاقيها إيه؟ قوية كده، تعرف تحط حدود، تاخد حقها من أي حد يعمل لها أي حاجة، تحط حدود مع أي حد يضايقها، تاخد قراراتها بنفسها، لكن من جواها في نفس الوقت تحسيها هشة وضعيفة وأي شوية هوا يوقعوها الأرض. ده أكيد. الست دي ما بتفكرني بأغنية إليسا، وقالوا عنيدة وقوية وما يأثرش شيء فيها، واصلة لكل أحلامها وعايشة كأنها في جنة، ومن جوايا عكس اللي شايفينها. الست دي بقى متغلفة بقوة خارجية فيك، قوة مش حقيقية، قوة مزيفة. لكن القوة الحقيقية اللي المفروض أي ست تتحلى بيها
مكانها من جواها. من جواكي لازم تكوني قوية. الست اللي مش حاسة بالقوة من جواها ومتغلفة بالقوة بس من برة، دي دايما حاسة بانسكيورتي كده من جواها، حاسة بضعف، حاسة بعدم احساس الامان اللي جواها، ده هو اللي مسبب لها الضعف اللي من جواها. وطالما احنا حسينا بالضعف من جواها، خلاص القوة اللي برة دي بقت مزيفة وفيك وبتبان، فبتخلي الشخص اللي قدامها ينفر منها وما يحبش يتعامل معاها. خليني اقول لك برضو ان مثلا هو ما فيش واحده مولوده قويه، هو انت بتستمدي قوتك من اللي حواليكي. يعني انا مثلا كبنت طالبه جامعيه او لسه داخله الجامعه خارجه من ثانوي، هتلاقي مثلا بابايا بيديني نصايح، بيرشدني، بيقولي لو مثلا اتحطيتي في موقف معين تتصرفي ازاي، تعملي ايه، مش عاوزني ان انا اروح ابقى جبانه وضعيفه وخايفه واي حد يقدر عليا. ما هو انا مش معنى ان احنا بنقول ان الست ضعيفه ان انت خلاص تمشي حاطه وشك في الارض وما بتتعامليش مع حد وما بتتكلميش واي حد بيقدر عليكي. لا، احنا كل اللي نقصده ان انت ما تجيش على قدام باباكي، قدام اخوكي، قدام اقرب الناس ليكي وتعملي فيها جامده، ما تعليش صوتك. طبيعي ان انت لما تيجي تتكلمي مع باباكي انك تحترميه، صوتك يبقى هادي معقول قدامه. لو انت مثلا محتاجه حاجه من باباكي وقال لك لا عليها، البنت بطبيعتها تقدر تلين قلب باباها واخوها واي راجل باسلوبها. يعني انت لما لو قال لك لا وجيت انت عنتي قصاده وخلاص وانا كبرت وانا صدقيني هو وقتها يعني دكتور واقول لك مستحيل اللي انت عاوزاه ده يحصل. ولكن لو باللين باسلوبك الحلو بفطرتك اتعاملتي مع باباكي واتكلمتي معاه باسلوب كويس، اللي انت محتاجاه منه هيتحقق، هو طبيعي ان هو هيلبي رغبتك. عارفه كمان بلس ان انا اتكلم باللين وبطريقه حلوه مع اللي قدامي، بلس كمان مش هصحي الايجو اللي قدامه. الايجو بقى اللي هو انا الراجل، انا اللي عايزه النفس بقى والكرامه والكبرياء يطلع طبعا. اول ما الاقي اللي قدامي بيتكلم بصوت عالي وبنرفزه بطريقه مش لطيفه، خلاص الايجو صحي، بدات المناقشه بقت ايه، اتقلبت بخناقه. وخصوصا الرجاله لان هم طبيعتهم اصلا عندهم عالي بالظبط، هم مستحيل ان هو يتقبل فكره ان انت كست عاوزه تبقي اقوى منه او تبيني قوتك. ذكاء الست ان انت تتعاملي بضعفك الجميل اللي ربنا خلقه لك. بالظبط كده. يعني انت لما تتعاملي بضعف وبرقتك وبانوثتك الحلوه اللي ربنا خلقها لك، وما تتعامليش بقى بالشكل اللي احنا شايفينه اليومين دول، الفاظ جارحه، كلام خارج، صوت عالي، خرجت بره نطاقها اللي ربنا خلقها فيه. عارفه الضعف بقى المفروض نبعد عنه، او المفروض الضعف الست تبعد عنه. ايه الضعف اللي مسيطر عليها من جوه؟ انها اول حاجه وده الاساس ان عندها انسكيورتي، عندها احساس بعدم الامان جواها. بالظبط. فتلاقيها ايه بقى، ما بتحبش نفسها زياده، ما بتقدرش نفسها زياده، فبتعمل ايه، بتدي بقى للي قدامها في عطاءات مستمره، تدي للي قدامها حب زياده، جدعانه زياده، طيبه زياده، فيعمل لها ايه ده كله، يطمع فيها اللي حواليها، يجذب لها العلاقات السامه والناس المؤذيه في كل مكان بقى، في شغلها، في بيتها، في عيلتها، في الشارع، في كل مكان. تلاقي العلاقات المؤذيه بدات ليه، لانها عطاء، عندها عطاء مستمر، لانها خايفه من الوحده فتدي زياده، خايفه ما تلاقيش الحاجات اللي هي بتديها دي، عندها عطاء تفضل تدي للي قدامها وفي الاخر ما بتاخدش حاجه. خليني اقول لك ان ده كمان عدم ثقه بالنفس. يعني هي طبعا هو طبيعي ان انت خلاص انت عارفه قدراتك، عارفه بتقدري تعملي ايه وما تعمليش ايه، برضو اللي حواليكي هما بيدوكي القوه دي، يعني انت بتستمديها من اقرب الناس ليكي. طبيعي انت مش طالعه هتبقي قويه لوحدك، لا، انت فطرتك اصلا ان انت انثى. بالظبط طبعا. بس هي الفطره الطبيعيه ان انت انثى ضعيفه جدا، بتستمدي قوتك من المواقف اللي بتمري بيها، من الناس اللي حواليكي. فطبيعي انك لما تكوني بتستمدي قوتك منهم انك ما تعمليهمش خلاص يعني انت استقويتي فتقوي عليهم، لا، هو الطبيعي ان قوتك دي انت تستخدميها بطريقه صح، تستخدميها في انك توقفي حد عند حده، انك تواجهي مواقف صعبه، انك مثلا لو رحتي مكان جديد ما تروحيش خايفه مرعوبه مش عارفه تتكلمي، لا، انت بتستمدي قوتك دي من اللي حواليكي علشان تقدري تواجهي الحياه، لكن مش علشان تستقوي عليهم. هم طبيعي ان اخوكي يبقى ليه كلمه عليكي، بينصحك، بيخاف عليكي، طبيعي ان باباكي اكتر حد هتستمدي منه قوتك. مفيش زوجه مثلا هتقوى على زوجها، لا، هو لو باباكي معاكي سندك وفي ظهرك، لو اخوكي واقف معاكي
هما اللي هيجيبوا لك حقك، انت مش هتجيبي حقك بصوتك العالي. عارفه قوتك الخارجيه اللي المفروض ان الكل شايفها بتنبع من جوه، انا قويه بزياده من جوه وعندي ثقه في نفسي واحساس بالامان، ده هيطلع بره، هيبان عليا من بره ان انا ست متزنه قويه، عندي حدود في علاقاتي، عندي حدود في افعالي مع الناس، عارفه اخد قراراتي صح بهدوء لان انا متزنه نفسيا، عندي قوه من جوه، فبره عامله لي ايه؟ قوه خارجيه من بره صحيحه، فقوتك من جوه بشكل انوثتك الحلوه من بره ايكوال قوتك في ضعفك. دي حقيقه بالفعل، احنا كل اللي طالبينه ان بلاش تتصنعوا القوه، بلاش تعملوا نفسكم اقوياء، بلاش الصوت العالي، بلاش الاسلوب اللي مش كويس، بلاش انكم تتكلموا بالالفاظ وانكم سترونج، لا استمدوا قوتكم اللي حواليكم وقربوا من اهلكم سبحانه وتعالى. طبعا ده قبل كل شيء، ولكن من باباكي، من اخوكي، من زوجك، ما تستقوش عليهم، ما تتعاملوش بانكم اقوياء. للأسف حلقتنا خلصت، استمتعنا جدا معاكم، واستمتعت معاكي يا ابتسام. زي ما قلت يا ريت بلاش تستقوا، بلاش تتصنعوا القوة. بمناسبة شهر المرأة اللي احنا فيه، اليوم العالمي للمرأة اللي كان من كام يوم، وعيد الأم اللي جاي كمان يوم، أحب أقول لكل ست في الدنيا كل سنة وانتي طيبة، لازم تحبي نفسك لأنك غالية عند ربنا، لازم تحبي نفسك لأنك كنتي آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، حبي نفسك وعرفي إن قوتك من جوه، حبي نفسك وعرفي إن قوتك في ضعفك. خلصت فقرتنا وخلصت كمان حلقتنا، استنونا في حلقات جاية كتير، وإلى اللقاء.